السلام عليكم بنات، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. هذا غادي تشوفوا منه لقطات في هذا النهار هذا ولقطات من نهار اخر. المهم بنات، مشيت هنايا عند الطبيب باش نجيب لي ريزولتان ديال التحاليل، وجبرت بلي ان الحمد لله الهرمونات رجعوا للمكان ديالهم. علاش الهرمونات تعاوطوا؟ لانني البنات رجعت كنشرب اونتي بيبي، والهرمونات كيلعبوا معايا كاشكاش ولا قشقاش، فغير كنبدا نشرب اونتي بيبي كيرجعوا النيفل ديالهم. ولكن دابا غادي تصيفطني عند اسبيسياليستا، شبرت الرونديفو في شهر جوج باش غادي نشوفوا علاش عندي المشكل ديال الهرمونات. البنات اللي جبرتوا لي كنطيب العشاء، عملت الرويزات، عملت فيهم التويمه، الوريقه سيدنا موسى، تويمه وزيت العود وزيت الزيتون، عملت الابزار المليحه وشويه الكمر صافي، وهما دابا كيطلع فيهم الغاليه، غادي نغطيهم وغادي نخليهم. هنايا عندي فيليتيز جداد، قلتهم عملت لهم الليمون، عصرت عليهم الليمون، الا عندكم الخل عملوا الخل البنات اللي كيعجبكم عملوه. عملت فيهم صحتر تويمه محكوكه، عملت فيهم القامه كامل العطريه كامله، عملت فيهم الفلفل الحمار، الكيمون، السكنجبير والابزار، عملت فيهم موطارد والليمون عصرت عليهم كذلك صافي، وعملتهم يتسوطوا هنايا يعني في زيت الزيتون، ما عملت لهم لا شابلي ولا حتى شي حاجه، كيجيو فتيتين وكيجيو رطابين رطبين البنات، رطابين كيجيو رطبين البنات، كيجيو فنين فنين فنين. المهم قلت غادي نشلط العشاء هو الاولاني، عاد نمشي نبدل عليا العشاء البنات اكسبريس 10 دقائق، بغيتو غدا ولا عشاء كترافقوه مع ديك لاصوص سوليس صلصه طوماطيس سوليس وصافي، وها هو العشاء ولا الغدا واجد اكسبريس اكسبريس 10 دقائق كيجي صافي البنات. ها هو وجد، ها العشاء وجد، انا غادي نسربي دابا ولا اسهل البنات، في دقائق معدودات. الروز ما تحركوش يا بنات، عمركم ما تحركوا الروز، الروز اذا بغيتو يبقى واقف ما كتحركوش، فهمتوا؟ نزلي عليا هانتوما هاد لاصوص طوماط، هادي ايدا هانتوما البنات، هادي ماشي مطيشة الحك، هادي ماشي مطيشة، ماشي مطيشة الحك، هادي مطيشة الحك، ماشي لاطا الصلصه ديال لاطا، حنايا كنقولوا لها هكا، ماشي الصلصه ديال لاطا، هذه الصلصه ديال سوليس يعني طيبه، فهمتوا؟ جداد كيجي رائع، كيجي طري بزاف، فتي بزاف. ديليسيوز، الدجاج كيجي فتي يا بنات بزاف، كون في الجنه. البنات اللي كنتو سقسيتوني شنو كنعمل الكريمه ديال النهار في وجهي، انا كنعمل اي كريمه عاديه، اي كريم عادي ديال الترطيب كنعملو، ولكن شوفوا شنو كنزيد عليه. دابا هذه مثلا هذه شيتها منديه ما كاملاش 5 اورو ياك، بعض المرات كنشري ديك نيفيا كيوتين، انا كنضيف عليهم، هي كريمه عاديه، كريمات هادو كاملين كيرطبوا انا اللي كنضيف عليهم باش نعطيهم التغذيه، نعطي التغذيه للبشره ديالي، ضيفوا عليها فيتامين او، انا دائما كنضيف عليهم جوج ديال الكبسولات ديال فيتامين او، هيدا كنحصل على كريمه مرطبه ومغذيه فعل هاد الفيتامين او ولا فيتامين ا احسن حاجه. غنضيف عليها جوج ديال الكبسولات، وها هي كريمه مغذيه غتعملها بالنهار وغتحس بلي ان وجهك مغذي، هذا كريم مرطب ومغذي ياك البنات. و الى عقلتو كنت عملت معكم انا واحد الكريم في الدار بالشمع ديال النحل، بزيت الكوكو، ببوغ دو كاريتي، بفيتامين او كذلك، كنت عملت فيه بزاف ديال المكونات وكريم رائع مغذي. المهم هذا دابا كتحصلوا هنايا على كريم مرطب ومغذي البشره فائده، وانا بحال هذا بالليل كنضيف عليه، الا بغيت مثلا كريم الليل
كريم ليلي اولا غير كريم ايدغاتونت كنضيف عليه فيتامين سي باش كنحصل على تفتيح وتوحيد اللون كذلك ومضادات الاكسده مضاد للشيخوخه فيتامين سي كنضيف عليه غير ديك الفانيد باستيات ديال فيتامين سي اللي كيتباعوا هادوك كنفتتها مثلا في يدي وكنهز واحد شويه ديال واحد كونتيتي ديال لا كريم وكنعمل غير الكونتيتي اللي خصني انا وكندهن ديك النهار يعني كل نهار بنهارو كندهن في الليل فهذا كان كيجعلني انني نحصل على فيتامين سي البشره ديالي ولكن فيتامين سي البنات دائما بالليل. المهم وباقي غادي نشارك معكم شي حاجات عندي وصلوني فاي حاجه بغيتوها البنات غادي نشاركها معكم نتوما ما عليكم الا تخليو لي في التعاليق شنو خصكم تعرفوا اكثر. بنات هادو شي قشيوشات كنت شريتهم في الصيف من عند الصديقه ديالي اللي كتجيب لي داكشي ديال افون قلت غادي نجربهم من عندها الصراحه هما ديال اسيرو غادي نعطيكم دابا الراي ديالي فيهم انا غنوريكم في الكتالوج عاوتاني عندها شي حويجات اخرين وغادي نعطيكم الراي ديالي فيهم. بنات هانتوما اللي قلت لكم ديك لي بيجو اللي جاوني من عند صاحبتي وجربتهم راه نتوما كتشوفوهم فرونكي راه جبتهم من عندها في الصيف ودابا كاينين شي كوليكسيون اخرى جديده غادي نجرب منها سيتي ديال اسيرو كاليتي مزيونه البنات وانيقين الصراحه عجبوني باقي غادي نجيب من عندها شي حاجه اخرين نجربهم هادو مثلا المواكن هادو حمقوني هادو عجبوني بزاف البنات ما كيبياطو ما كيكحلو المهم اسيرو واحد المعدن ما عرفتش شنو كيعيطوا له بالفرنسي والله ما عرفت اسيرو المهم اسيرو ما كيعملش الحساسيه كيف قلت لكم ما كيعمل حساسيه ما كيعمل حكه يعني الحساسيه كتجيب الحكه وديك حبيبات ستيتوين يعني وماشي نقره حيت النقره كتكحل النقره ماشي كتكحل كتعمل ديك الخضوريه ديالها ديك الكحوليه ديالها مع المده خصك تلمع الفضه دائما معروفه خصها تلمع هاد اسيرو ما كيحتاجش انه يتلمع البنات ما كيحتاجش انه يتلمع كيبقى هيدا فهمتوني هادو ذهبيين شويش يقدروا يكحلوا اما الا كانوا في اللون الفضي فهما ما كيكحلوش البنات مهم هادشي ما نقول لكم معلومات البسيطه على هذا الشيء هذا وصافي.